بحب الألعاب الإلكترونية لأنها بتنمي الذهن، فيها أفكار جديدة. يعني أنا مبلش في مجال البرمجة من قبل، وتصميم الألعاب هذا موضوع جديد دخل علي. مجال كبير ممكن أن نوصل من خلاله أهداف نتفيد الناس والمجتمع. كثير حابة أتعلمها، وحاب أني ما بدي إشي يوقفني، يعني بدي إشي يضلوا يسحبني مثلا مثل هذا التحدي. أنا سمعت عن تحدي التطبيقات أول إشي بين الأصدقاء، بعدين حكونا عن المعلمات. سمعت عن تحدي التطبيقات في مختبر الألعاب الأردني اللي أنا مشارك فيه. إحنا قبل هالمرة شاركنا بتحدي التطبيقات الإلكترونية. المرة الأولى ما حالفنا الحظ، بس عرضوا علينا المدرسة إنه نرجع نشارك كمان مرة. إذا تأهلت من هاي المرحلة إن شاء الله على المرحلة الجاي رح أعمل لعبة مراحل متعددة، طبعاً رح تكون هدفها تعليمي، نفرجي إنه شو عنا إحنا قدرات. وأكيد رح يكون شعور كثير حلو إنه أنا يعني خلصت من الأولى، هلأ المراحل الثانية رح تكون كلياتها عملية، يعني مش بس على ورق أو مش إنه بس أفكار وحكي. أنا حابة فريقي إنه أكون عضو من التصميم، لأنه أنا عندي أفكار وديزاين لحب إنه أعمله في اللعبة. كتابة القصص والسيناريوهات. حابة أكون بالبرمجة. تعلمت البرمجة من خلال مختبر الألعاب الأردنية، بس ما بشتغل تصميم ثلاثي الأبعاد، حابة أتعلم أكثر بالمسابقة. شاركت بالسنة اللي فاتت، كنت ديزاينر السنة اللي فاتت، بس اجيت لحتى اطور حالي، حابة اكون ديفلوبر هاي المرة. حبينا انه نساعد الطالبات نوصلهم افكار كيف راح تكون الالعاب. انا تابعت اكثر من الاغلب تطبيقات صارت واغلب التحديات اللي صارت، عملوا اشياء يعني التحدي خلاهم انهم يبدوا اكثر، يعني لو انه مش تحدي مثلا لكانوا عملوا مثلا شيء بسيط. مع التحدي هيك يعني انت بدك تحاول قد ما تقدر انه تطلع عنهم، فهلا لما اجاني هذا التحدي شفته اكثر شيء مناسب لإلي. إذا ما تأهلت ما راح أبطل من شغلة البرمجة، وراح أظل مشارك في الجيمينج لاب وأتعلم خبرات وأحاول أشارك في السنين الجاية. إحنا في الأغوار، مش هالمسافة بيننا وبين إربد، فرح أروح له لمختبر الألعاب الأردني بإربد وإن شاء الله راح أشارك. سمعت إنه بدهم يفتح مختبر الألعاب عندنا في الزرقاء، فإذا فتحوا المختبر هذا إن شاء الله راح أنضم له عشان أقدر أطور حالي أكثر وأكثر. أنا أكيد راح أكمل، مش شرط هذا الشانج، راح أظلني أتابع وبظلني أحاول. محاولتي مش محصورة بباب واحد.